يعاني بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدم القدرة على التعامل أحياناً مع المجتمع، لأنهم يستغرقون وقتاً لشرح ما يرغبون به، وهذا ما يشعرهم بالضعف. وفي بعض الأوقات يلاحظون عدم تقبل الآخرين لهم والتنمر عليهم، لهذا يحاولون الابتعاد عن تكوين صداقات، وتظل حياتهم أغلب الوقت قائمة على الأسرة فقط، وهذا يؤثر على حياتهم سلباً. ولذلك يجب أن يفكر الأب والأم في طريقة لدمجهم بالحياة. على الرغم من أن الحيوانات الأليفة هادئة، إلا أنها تستطيع مساعدة الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا لعدة أسباب، منها أنها تجعله يتفاعل لفظياً واجتماعياً مع كائن حي، وهذا يجعله أكثر وعياً وذكاءً على عكس تركه يلهو طوال الوقت بالألعاب وغيرها التي تهدم الثقة بنفسه وتبعده أكثر عن التفاعل الاجتماعي. يساعد الحيوان الأليف بشكل خاص الطفل المصاب بالتوحد، لأن وجوده يقلل من كميات إفراز الجسم لهرمون الكورتيزول الذي ينتجه جسم الطفل المصاب بمجرد الاستيقاظ، ويعود ذلك إلى أن الحيوان يجدد حياة الطفل بمجرد استيقاظه ويدفعه للتفكير به أكثر من تفكيره في حالته الصحية. ومن مميزات وجود حيوان أليف بجانب الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة المساعدة في التعلم وضبط ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. تمكن الحيوان الأليف من مساعدة الطفل المصاب بإعاقة لا يعني أنه يجب شراء أي نوع، لأنه يجب اختيار حيوان مناسب للأسرة بالكامل حتى لا يتم إبعاده عن المنزل بعد فترة فيتأثر الطفل بذلك وتسوء حالته الصحية. وأول ما يجب التفكير به هو الحيوان المناسب لحجم المنزل ومدى القدرة على تنظيف مكانه وإزالة النفايات الخاصة به حتى لا تؤثر على صحة الطفل.